السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات تيرموميكس اللي تنحاولوا نصلحوا بها الجيل الجديد او الشباب مع الوصفات التقليديه ديالنا المغربيه الاصليه. ولهذا الغرض من مدينه شفشاون العريقه المدينه الزرقاء حاضره معنا وجه جميل جدا محبوب عند كل مغاربه، فنانه قديره عندها تجربه كبيره ورائعه، بهراتنا باعمالها السينمائيه والدراميه في التلفازه السينما وفي المسرح كذلك. معنا لالا ساميه اقري، مرحبا بك في هذا النهار الكبير هذا اللي شرفتينا فيه. شكرا بزاف لالا سميره، وترحب بك الجنه. الله يكبر بك. وشكرا على التقديم، وانا فرحانه. انا تلاقيتك وشفتك تماما. هذه مناسبه كان زوينه باش نتلاقاو، شحال هذه ما تلاقينا وتجمعنا صحبه وصداقه منذ زمن طويل الحمد لله. واللي تعجبني في لالا ساميه ما مفرطاش في الاصل ديالها، ما مفرطاش في التقاليد وفي التراث ديالها وفي التواول ديالها ما شاء الله. ومن هذا التواول ومن هذا التراث ديال الشمالي الاصيل، جبنا لكم واحد الوصفه غادي نبداو فيها مجموعه الوصفات، ثلاثه هما اللي غنقدموا للمشاهدين ان شاء الله. مجموعه الوصفات خاصين بالمطبخ الشفشاوني، اولاها قنينطات اولا بريوات الجبن. الجبن تزعيطوا ليه الجبن؟ هذه انا حيت كنحماق عليها. وشنو الخصوصيه ديال الجبن الشفشاوني؟ الجبن عربي من الاحسن. بون حنا دابا في الدار البيضاء الجبن عربي باش تجيبوا من الشاون راه صعيب، دونك كنعملوا تزعيطوا ليه جبن عربي. جبن عربي وشنو الميزه ديال تيكون محمض مالح ناشف؟ هذاك ناشف كيكون ناشف وكيشد حتى ملي كتخلطوا كيكون مجموع كيكون جامع راسو، ومني كتعملوا مع الحشوه كيبقى واقف راسو ما كيبقاش يترطق بزاف من البريوات. فهمتي؟ ولكن حنا دابا نعملوا جبن ديال المعز. عفوت الجبن حيت بعيد علينا شفشاون. اللي لقى هذاك الجبن العربي ديال شفشاون ولا الشماليه على الجبن العربي معروف تطوان الا لقاه تبارك الله، اللي ما الناس اللي تيتبعونا من الشمال اللي ما لقاش يقدر يكتفي بجبن المعز او الجبن اللي تيعجبو يكون عقد شي شويه. اكزاكتوم يكون عقد. حتى ولا لقيتو مثلا كاين واحد الجبن المعز ماشي هذا شويه مرخي، كتقدر تخلطو مع الاخر بلا ما نقولوا السميات اللي كيكون فواحد الشبيكات، غير المهم يكون جامع. ريكوتا نقدر نقولوا ريكوتا. ريكوتا ولكن هي ماشي لذيذه بحال ديال المعيز ولا بحال هذاك ديال الجبن العربي. المهم كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو. وباش كنلدوه كنخلطوها بصفار ديال البيض وشويه ديال القريفه، باسكو هاد البريوات الجبن خصهم يجيو معسلين. تيكون على مذاق الحلاوه. على مذاق الحلاوه. عرفتي الجبن فن فخوماج مع الحلاوه تيجي غزال. وهذه قديمه، انا واحد ماما هاد صاحبتي فيما كنشوفها كنقول لالا فاطمه الله يخليها ديما كنقول لها فين هما البريوات الجبن ديالي. دوك هما خصوصيه ديال المدينه مزيانين. لا تطنجاوين وكيعملوهم وطنجاوه هما مني كتلويهم كيبقاو مزيان في الكونجيلاتور، دونك مي تبغيهم كتقليهم ديك الساعه وتطفيهم في العسل. شنو الاضافه اللي زادت لالا سميه؟ زدنا شويه الكركاع باسكو كنعرفوا الشيفر كيمشي معاه الكركاع كيجي مزيان وتيجي مع العسل كذلك والعسل طبعا كيجي معاه. دونك فوالا كنعملوا هي ساهله. اخرى نقدروا نديروا معاه حتى الشريحه مقطعه. اكيد ياك مع لي فيك تيجيو مع الجبينه ديال لو شيفر حتى هو يجي زوين. دونك الطريقه سهله وغتولي اسهل مع الثيرموميكس، يعني ما عندكمش حس العذر. انا هذه هي الخلعه ديالي، هي هذا الشيء الخلعه. لان دونك يلا اليوم غادي تكتشفي الثيرموميكس. سمعتي عليه قبل؟ سمعت عن صاحبتي منى وشجعتني، ولكن انا داك الشيء ديال لا تكنيسيتي تو سكي ان بو ديجيتال كيخلعني غير ديك الخلعه الاولانيه. ايوا ثقي بيا، قلت لك هذا سهل من التليفون. داكوغ سهل من التليفون، لان فيه ثلاثه ديال الحوايج، فيه الوقت الحراره والسرعه. داكوغ يعني الا ماتريزيتي هادو صافي، راه هنا نقدروا نديروا اي حاجه، طاجين الحلاوي الكسكسو الحريره اي حاجه. وثقي بيا وغنشوفوا في الوصفات الجايه ان شاء الله بان الامور تتسهل بزاف، ما كاينينش الماعن، الوقت تيخلي لنا الوقت نديروا حوايج واحد اخرين. وغادي تشوفي ديجا هاد الوصفه هذه راها سهله، نقدروا نخدموها بيدينا في قصيعه ولا في امبول ولا هذا. هذه الصيفه ديال رمضان. هنا بغينا ندخل لكم غير بالهدا، خلاها الفنان اللي غنى الاغنيه ديال بالهدا، غير بالهدا نبداو مع لالا ساميه اقريو ونديروا وصفه سهله جدا. غادي نستعملوا فيها شحال تقريبا ديال الجبن؟ انا درتي جوج جبنات تقريبا. فوالا جوج جبينات. غنديروهم بسم الله. هذا عقد ميت حتى هو ديال لو شيفر. غنزيدوا عليهم صفر د بيضه. وي بسم الله.
يا اما صفر ولا جوج على حساب المقدار الجبل اللي عندكم. ولكن كنظن صفر واحد بركه باش ما يتسطلقش. الوغ لاستيس زيد الماء زيد الدقيق. واحد الصديقه ديالي الله يذكرها بخير لاله هند قالت لي باش ما يطرطقناش داك الجبن في المقله، سورتو الا ما كان جبن عربي نقدر نعملو شويه النشا. يعني حتى اللي تيدير بريوات ديال الجبن عادي ديال الكوميرس يقدر يزيد النشا باش ما يطرطقش، ما في خباريش حتى انا. باش كيعاود يجمعها اكثر. جميل جدا. كيكون جاري كيطرطق. دونك عينك ميزانك توجور. كاينه وفي القلي، واخا القلي ماشي مزيان ولكن نزيد معنا ما نعملوا رمضان هذا، هذيك الشبيكه ديال القلي كتبقاو تعملوها وتخرجوها، كتعملوها وتخرجوها، ما تخليوش البريوه كتعوم في الزيت وكطرطق. دائما تبقى تخرجها وتدخلها على الفرماج ديال الزبيب. حتى في الفرماج. ودابا ولاو هذوك لي اير فراير، هذوك الفرن الهوائي، حتى هو ولا تيديرهم زوج، واخا انت باقي ما صدقاتش لك كما قلت لي في الكواليس، ما صدقاتش لك، ولكن غدهنيها شوية الزيت، ما تديرش الزيت بزاف وتبقاو هيلثي، تبقاو صحيين. سي فغي. نزيدو معايا القرفة. القرفة لأن ملي كنقولوا العسل وداك الشيء معسل كتمشي القرفة. بركة. دونك صافي. ما عملنالوش إلا كان مسوس نعملوا له الملحة، كنظن هذا ملح شوية بلا ما نعملوا الملح. لعينك ميزانك، توجور نزيدو شوية الكركاع. وي. تاهي عينك ميزانك. غادي تعرفي من بعد بأن صافي بأن الترموميكس ما فيهش عينك ميزانك. فيه بالعبار وفيه كل شيء. هانت هنايا كاين الميزان. الميزان تحطي اللي بغيتي وتعبري اللي بغيتي وتعاودي تبعي الوصفه من زيرو بالضبط. عاد خاصك تعرفي بان فيه انتيغري تقريبا 80,000 وصفه عالميه من لي صوص. الوا كاين الوا كاين البيتزا كاين لي بات كاين كلشي كلشي كاين هنايا. يعني الرفيق المفضل عندي انا في لاكوزين هو تيرموميكس. دونك غادي نجمعوا هذا الشيء كامل فقط لمده واحد نديروا 6 ديال الثواني. بركه. وغادي نديروا لا فيتاس واحد 5 بركه باش تخلطنا كل شيء. دونك عملتي هذا الموس هذا باش كيهرمش. خاص الموس يهرمش هذاك الموس، لا ما بغيتيش يخدم، لا بغيتي غير تحركي بحال دابا الطاجين ديريه مقلوب سونس انفيرس. دونك نشوفوا الجبينه ديالنا الحشوه هادي. اها مانيفيك. غادي نحطوها بلا سباتول. كنحتاجوا لا زيت لا زبده لا والو لان كتلوى داغيه بالجبن. ها انت غتعمل بيدك. انا تنستعمل يدي انايا. انا غنعملها باش نشد العبار انايا فهمتي. تندير بحال هكا تنشد العبار تبقى عندي العبار في يديا. كيعجبني اللوي ونتينا. حتى انا جاتور. الا جاتنا كبيره نقدروا نقطعوا هاد المثل هذه الزايده. انا غنقطعها غير بيدي حيت ناشفه شويه ياك. وعدي غيضحكوا عليا غيقولوا ما عرفتش نعاود. هاي البريوه ديالي اختي غنشوف. ايوا شتي غنعاود وحده اخرى. يلا باش بور تو غاتخابي. يلا نعطيك فرصه اخرى للساميه. فرصه اخرى من شوفي فهم. شوفي راك تمثليناش في شاون اللحظه. راه جوج شفتي شفتونين كلهم تيشوفوك دابا واش يقولوا واش هاد لاغوسيت هي هذيك ولا لا. والحاجه ماما ساميه. ماما هي المهمه. احفظها. الوغ الورقه بعدا بزاف ديال لي ان الورقه مزيونه وكبيره يعني غاتهلا في الجبن باش ما يجيش عاوتاني الورقه غلابه. طبعا دونك خاصنا نديروا الحشوه تكون عامره بزاف. شي كويره ما بهاش. شنو بغيت نقول لك؟ قول لي. هذه ماشي غير رمضان. لا هذه طبعا هذه الشهيوه ديال الفطور. فطور عاوتاني نهار العيد كتجي غزاله. ياك. ولا جا عندك شي واحد هكا يكونوا عندك في الثلج. ياك هما قلتي لي تيصبروا. كيصبروا في الثلج وغا كتقليهم وكتعسل. هذه هي احسن حاجه فيهم ساهلين. الا كانوا موجودين خلاص. ما عندك شي واحد ماشي الشمال قول له جيب لي الجبن عربي معاك. صافي هي ما غتعاودش. ها هي ما بهاش. لا ما لصق ديك البلعه الطحين وداك الشيء. انا تنسى نخشيها هانت تنطويها تنخشيها لداخل. ايوا الحدقات كيخشيوها مزيان هكا ولي ماشي حدقات. لا شوف انا شوف انا انا تنشهد لله ساميه حاد كتبارك الله. كنت لا علاش كنتي باقا قالك. واه الله يخلي لي حريه. تحيه لله حريه. بالي حريه هي اللي غتصوب هاد البريوات ان شاء الله. هي حاجه واحده ما عندها شي مع الطويان دابا عاد كتعاود. دونك توجد لك ودابا شوف
دابا عندك حريه واحده اخرى تيرموميكس. يلا انا وياك مدبزين على الموطا. يمكن لخصنا نقولوا للمشاهدين غادي نتلاقاو بكم بعد قليل الوقت اللي نقليو فيه هاد البريوات هادو، يا نقليوهم في الزيت يا اما من الاحسن نديرهم في الفران، ندهنهم شويه الزيت في الفران ولا الاير فراير، ومن بعد غادي نطفيهم في العسيله من ألد ما يكون تكوبيه. غير الا كنتوا عتقليوهم، انا قلت لكم الشبكه تبقى تعملوها هكا وتخرجوها باش ما يطرطق، ولا لا كانت غير المقله بقاو يرميو عليها الزيت بحال هكا من فوق باش ما يطرطقلهمش. ايوا فوالا، ايوا ها حنايا. والقريفه من الفوق باش نذكروا بالقرفه اللي كاينه لداخل واللمسه المغربيه. الوغ نورمالمون كندردرو عليها اللوز، كوم دابا عملنا الدخيله ديال الكركاع الجوز ولا الكركاع من داخل مع الجبن، درتو الغابيل، ندردرنا الغابيل من الفوق. مي نورمالمون بلا كركاع بلا حتى حاجه كيتضافوا لنا اللوز وكيتحمق، ولكن سي اون بيل اسوسياسيون ديال الكركاع مع الجبن. شوف كيفاش يجيو مقرمشين ومن الداخل، يا سلام. ولكن هادو كيداروا باش يتكالوا، غيبقاو لا غدا كيسقطوا. سكتي يا سميح، شو ما عليك اختي، علاش تفكري؟ ناكلو من بعد الفطور ان شاء الله. تنشكرك بزاف لاله ساميه على قبولك الدعوه ديال تيرموميكس، تنشكرك على الوصفات اللي جبتي لنا، حليتي لنا واحد الطاقه كيف ما تتقولوا، باش دابا حتى نتعلم انا مزيان وعاد باش تجي عاوتاني ان شاء الله. ان شاء الله هذا وعد ما عندك على لاله ساميه. حتى انا قلت لي الوصفات الشمال كنقول فين اللي غتجي واللي ما غاتجيش، دابا انتم كتاكدوا بلي كاع الوصفات تقدر تجي. سكيفي دابا ملي غنتعلم ان شاء الله نختار على وعد ما عندك ان شاء الله. كانت معنا لاله ساميه اقريوف وصفات اليوم، غادي نشوفوها مازال لي جوج الوصفات اخرتين ان شاء الله في الحلقات الجايه. كونوا في الموعد وما بقى عندكم حتى شي عذر مع تيرموميكس.